22/8/2022. المكان واد سوس عند الملتقى مع وادي السن، عند ذلك الربطة تما يتلاقاو مع وادي السن. وهذا هو واد سوس المعروف أنه في سهل سوس، وهذا كذلك من الأودية المهمة في الدراسة اللي هي دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب القاسم المشترك. احنا الآن في الجزء السابع، هذه الأجزاء علاش كنضرب الأرقام؟ منذ تاريخ 30/7/2022، منذ تاريخ بداية نشر هذه الدراسة كندير لها أرقام. أما غتلقاو فيديوهات أخرين كيتكلموا مكتوبة عليهم الدراسة، ولكن عليها غير رمز، الهضرة مجرد رمز، ماشي واضح الدراسة عليها أنني كنهضر على هذه الدراسة على هذا المشروع المائي الضغط. الآن كنكلمكم كنهضر معاكم بالماء بالمشاهدة من واد سوس. حتى ما كتشوفوا هذا المكان راه لو كتشوفوا في أيام الحملة هادشي كله كتشوفوا كيكون بحر ديال المياه، بحر ديال المياه كتمشي للبحر. وراه ملي كيتلاقى كذلك من هنا واحد الكيلومتر كيتلاقى مع وادي السن، وادي السن جاي من الجبال، وادي السن هو اللي كيخوي فيه سد عبد المؤمن الموحدي. نعم، دابا باش نبهكوا أكثر وبشكل مختصر، دابا هاد واد سوس عندنا فيه عليه السد أولوز، سد أولوز كيبعد من المصب ديال نهر سوس 200 كيلومتر، يعني كاين حدا أولوز. بينما المياه اللي كتجي من الأطلس الصغير والأطلس الكبير من بعد هذيك من بعد أولوز إلى أكادير، مياه لا مثيل لها، بحر من المياه كتضيع. خاصكم تشوفوا أيام الحملة وتشوفوا هادشي، هاد القنطرة راه كتغبر، هادشي كله كيغبر. علاش؟ لأن المياه اللي كانت مجموعة في السد هي مجموعة، والأساس ديال السد علاش توقع؟ السد تأسس على أساس باش يزود المياه الجوفية لسهل سوس. وسهل سوس كما في علمكم أن الفرشة المائية ديالو في الشكل ديالها الطبيعي بدون استهلاك فيها 50 مليار متر مكعب، وكتجدد مع الشتاء ومع الايام الى ما تستنزفت اكثر. ولكن بكثره الاستنزاف ديالها وبكثره الاستهلاك ديالها، لان سهل سوس هو اللي هز المغرب في الفلاحه وفي الخضار وفي البواكير وفي الحوامات، ماشي غير المغرب، افريقيا واوروبا، بانه كيشغل مئات الالاف ديال اليد العامله، واحد العدد ديال الشركات، واحد العدد ديال الاتيبيه وديال الضرائب اللي كتخلص من هذا نهر سوس. ولكن المشكل ان الفرشه المائيه فيه تاثرت بشكل كثير، لهذا وضع ذلك السد. ولكن السد ما مشاش المياه ديالو الى سهل سوس، بالعكس السد مشى تحت الجبال ديال الاطلس الصغير، بما جعل واحد العدد ديال العيون والابار كيزاد فيها الماء من ناحيه اغرام، من ناحيه التفراوات. هذا مزيان، فين ما مشى الخير ينفع. ولكن الان احنا بصدد الدراسه، الدراسه هو اننا غنديروا هنا في هذه البلاصه على من الملقى ديال واد سوس مع وادي السد حاجز مائي، ليس سد ولكن حاجز مائي عالي ياك، باش يحبس الماء، والماء ملي كيعبر كله راه يمشي للبحر طبيعي، لان هنا ما بقى الا البحر. اما السد غادي يكون على واحد 15 كيلومتر من هنا عند واد الواعر، عند ملتقى واد الواعر مع واد سوس. علاش؟ لان من تما غناخذوا واد صناعي، نهر صناعي من ديك المكان، غادي يمشي على واد ولاد محله على شرق القردان كما قلت لكم في الدرس الاول، ويمشي على شرق كذلك الشرق ديال سبت عيت ميلك. علاش؟ وحتى يخرج وحتى يتحط في واد ماسه في السد يوسف بن تاشفين، باش ديك الاوديه كلها اللي كتهبط من الاطلس الصغير من الغرب ديالو، لانها كتشدد غير في الخلاء وكتجير واحد العدد ديال الضياع، كل هذيك المياه غتبدا تطيح في ذاك النهر الاصطناعي اللي درنا شاد من هنا عند الملقى ديال واد الواعر مع واد سوس. والملقى مع واد الواعر ديال سوس والواد الواعر غناخذوا ليه الماء اللي غنجيبوا ليه بطبيعه الحال اللي هابط من الجبال، من الجبال اللي هنا اللي جايين من سد عبد المؤمن، اللي جينا من الدراسه اللي جايه من راه بديناها من واد مخازين وواد سوس
الى واد المربيع، الى واد تنسيفت، الى هنا واد ابو موسى. هاد ابو موسى هو اللي كيخوي في هذا وادي السن. المهم باش يتلاقاو هنا عند هاد واد سوس. واد سوس عندما احنا واحد 15 كيلومتر من بعد غادي نصورها لكم، صيفط لكم فيديو منها. غادي تلاقوا تما هاد الواعر باش نديروا واحد السد، غادي يكون بحال الشكل تقريبا ديال السد العالي ديال مصر، وهي مياه كثيره كتجي كتبيع. يا احبابي يا ريتكم تشوفوا، راه الماء اللي كيجي هنا كثير، راه بعض الخطره مشات انزكان تغرق بما فيها الدشيره، بما فيها الجهاديه، بما فيها التيكيوي، بما فيها انزكان، كله مشى يغرق بسبب هذا النهر. لان السد بعيد 200 كيلومتر، ولكن الاطلس الكبير هذا كيخوي بشكل كثير، والاطلس الصغير كيخوي بشكل كثير، وكلهم كيخوي في واد سوس. وفي الاخر ديك المياه كتمشي كتضيع في البحر. علاش درنا هنا السد الثماني؟ علاش غنديروا هنا واحد حاجز ماعي؟ علاش؟ باش هاد الماء اللي كتمشي، هاد الماء اللي بغيت تمشي للفرشه المائيه اللي تزود بها الفرشه المائيه ديال سوس، اللي هي في الاصل ديالها 50 مليار متر مكعب، ولكن كتسال كتعوض كتنقص وكتعوض ديالها مع الشتاء. ولكن هاد الايام السنين الاخرى ما تعوض، لان الاستهلاك ديالها كثير وما تعوضت. حتى ان علاش دار ذاك المشروع ديال تحليه الماء ديال شتوكا اللي باش يسكن الى 15000 هكتار، ولكن مع الجفاف داك الماء ديالو باش يمشي يسكيل هاد 15000 هكتار، يلاه مشى لاكادير والمدن المجاوره له، بيزودها بالمياه الجوفيه، بالمياه الشرب. يا احبابي كما قلت لكم، هاد الشيء خصو ما يبقاش يضيع. المياه ديال الشرب ما خاصها تمشي في المراحيض. راه هضرت، راجعوا الدرس الاول والثاني باش فهموا، هذاك هو المدخل. دائما غنقول لكم رجعوا دابا تشوفوا المدخل علاش كنهضروا. هذا واد سوس هو الاهم، لاننا ملي غنجمعوا هنا حاجز ماعي، شوفوا هذه المنطقه كلها، كل هذه المنطقه بما في وادي السن كلها خاصها تكون بحيره بذاك الحاجز المائي، ليس سد حاجز مائي عالي. وواحد القضيه بالنسبه لديك التربه اللي كتجمع عند السدود او عند الحواجز المائيه، خاصها ديروا شركات اللي كيجبدوا ديك التربه الاطربه اللي كتجمع عند السدود. كما اننا هما شوفوا الكياس ديال الشركات كتصغر الحجار والكياس، هما كتشوفوا ياك وكتعطي عمله صعبه باش كتخرج. كذلك ديك الاطربه خاصها تجمع وتجفف وتباع الفلاحه باش يزودوا بها الاراضي اللي هي ناقصه من اسمده وغتعتم مزيان. هذه فكره ممتازه عاود، خاصها تقنيه اخرى. ما علينا، خلينا في النهر اللي هو من واد المخازن الى واد الذهب. قلنا الملقى هنايا غنطلقوا عند الواد الواعر على واحد 15 كيلومتر بالشرق هنايا، باش يتلقى الماء اللي جاي من الجبل اللي جاي بينه من واد مربيع حتى تلاقينا هنا. وفعلا ودرنا نهر اصطناعي غادي بشكل عميق باش يتلقى لنا مع واد ماسة طبيعة الحال، باش أننا نزودوا المياه الجوفية، وباش ديك المياه اللي كطيح من الشتاء وكطيح من الشرق وكطيح من جبال الأطلس الصغير كلها تجمع في ذاك الواد اللي غنديروا عاري شاد ما بين واد سوس إلى واد ماسة، باش بقى ديك المياه كلها ما تضيع ما تمشي فين. خاصكم تعرفوا أن بهذوك المياه اللي كطيح من جهة أمي مكار ومن جهة أي تباها وكذا، غالبا ما كتيه في ديك المنطقة وكتمشي تهبط على ولاد دحو وكتسبب واحد الخسارة كثيرة في الأراضي الفلاحية. هذيك الماء كلها غتبدا تطيح في هذا النهر الاصطناعي اللي غنديروه رابط ما بين نهر السوس و واد ماسة أي سد يوسف التجبي. المهم هذا الدرس السابع أو الجزء السابع من الدراسة. أما الفيديوهات اللي كتلقاوه مرة ما عليهم لا أسماء ولا والو، فعلا هما تابعين الدراسة، ولكن كانوا فاعلين بتواريخ قبل 30/7/2022. قبل ذاك التاريخ راه غتلقاو فيديوهات فيهم دراسة ديال مشروع مائي ضخم ياك، ولكن تلقاو عرمس ما كنهضرش فيه على الدراسة بشكل واضح كما كنهضر بهاد الأجزاء المرقمة، واحد وجوج ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، والآن حنا في السابع. نعم، هذا اللي كنقول لكم، ومازال للحديث بقية، ومازال للدراسة عمل جبد من مواقع مهمة، وفي كل بلاصة غنصور لكم الأجزاء وغنصور لكم بشكل واضح وملموس، وهانتوما كتشوفوا ها هو المياه اللي كتضيع هنا بشكل كثير وبشكل كثير وبشكل كثير، كتضيع وكتمشي للبحر. حرام.
حرام حنا. ثم ان المياه الفرشه المائيه كنخلوها تضيع بسبب، وخاصنا حنا محتاج ديك الفرشه المائيه اللي هي في سهل زوز اللي المقدار ديالها 50 مليار متر مكعب في الايام العاديه، ولكن دابا قلت خاصها تعاود تزود وتعاود ترجع الهيبه ديالها والتقوى ديالها وترجع الفلاحه كما خصكم تعرفوا. انا هاد نهر رسوس هاد لنا واحد العدد ديال اليد العامله كبيره وكثيره. المهم للحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.